سمعت شي انه عم يصير جرائم قتل هاليومين بالبلد؟ اليوم الصبح انا طالع لعندك يا بيك، كانوا الدرك بالحاره اللي جنبنا، وفي زلمه مقتول قدام باب بيته. عم بيقولوا انه هذا الزلمه كان متعامل مع الفرنساوي وقت المعركه. ليك ولا نحن صرنا بنعرف كل شيء، احكي وخلصنا. شو القصة؟ احكوا لي. شو في؟ انت اللي بدك تحكي لنا شو الرسالة اللي بعتها رياض للكولونيل؟ وصعي مالي شايف هون بدلة؟ وين البدلة؟ انو بدلة؟ عمي حتكذب اكيد، اسيادك عم ينكسر من البلد هلا، يعني ما عاد في حدا يحميك. انتوا عن شو عم تحكوا؟ انا ما بعرف شيء. هاي فرصتك الاخيره، يا بتحكي وبتعترف وساعد هالكابتن وبيتركك ترجع على شغلك وعلى بيتك، يا اما حتنقتل وتنفضيح انك عميل ومطوبز للفرنساويه، وهالفضيحه هاي حتلزق بولادك لاولاد ولادك. شو انت مالك دريان انه كل يومين عم ينقتل عميل؟ شو وين عايش؟ والله ما بعرف شيء، ما بعرف شيء. انتوا عن شو عم تحكوا؟ ما بعرف. هذا الرقم رقمك؟ ايه. وهذا رقمك كمان؟ ايه. وهذا رقمك كمان؟ ايه. وليش هالقد عم تحكي مع الكولونيل؟ كنت فصلت له بدلات صبابيط بس يكونوا جاهزين يجي لعندي. هاد ابنك الله يغضب عليه، عنده محل بالحميديه لعين الطراقه، بس حبيت خبرك انه هو بضيافتي كم يوم. انت شو عم تحكي؟ بالبلد في قانون، انتوا ما بتخافوا الله؟ لا هي ما لها جلسة تحية رسمية، ولا كان الكابتن أخذك لعنده على المكتب وهاتك ياسين وجي. نحن هون شيء تاني، عنا القانون شيتنا، وهذا القانون أنا بغيره كل ساعة على مزاجي وعلى مرائي. ساعة بحكم إعدام وساعة بحكم تعزيب، وهلا بساعتك هي والله ماني عارفان شو بدي أحكمها، شو بدي أحكمها، شو بدي أحكمها. إيه 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 لقيت الحكم شحوا. فرصة سعيدة ميمي. لا 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 دخيلك، رح يحكي رح يحكي. أنا ما دخلني، أنا بس بوصل رسائل. يا عيني عليك يا زهير، هيك تمام. هات أشوف، أعطيني الأسماء. توصيني شيء حبيبي؟ سلامتك. لك والله كان بلالك هالشغله. قلت لك هيك شيء مو من قيمتي. بس هالكم يوم وعدتهم ساعدهم ليخف الضغط بس. يومين بس ها؟ خلص وعد. رياض الله يخليك ما تنسى قصة التليفون مع سلمى. ايه خلص خلص، انا هالكم يوم ان شاء الله بحل الموضوع كله. ماشي.